الموت يحاصر سكان رفح من كل اتجاه، والمصائب تحاصر نتنياهو من كل اتجاه. المعارضة الإسرائيلية أشهرت سيوفها بوجه نتنياهو، فهل دقت ساعة نهايته؟ يبدو أن حالة الجنون والهستيريا التي أصابت نتنياهو منذ ضربة 7 أكتوبر قد وصلت ذروتها، فهو يتصرف كالمارد الذي جرح، يتخبط يميناً ويساراً ولا يترك خلفه سوى الموت والدمار. نتنياهو لم يعد لديه أي شيء يخسره بعدما حطم صورة إسرائيل إلى الأبد سوى كرسي الحكم. فشل عسكرياً وأمنياً، زرع الانتقام والموت، وحصد في المقابل اعترافاً دولياً بدولة فلسطين. لست مستعداً لوقف الحرب حتى الانتهاء من تحقيق كافة الأهداف. إن أبطالنا لم يسقطوا عبثاً. إذا استسلمنا فإن المجزرة وحوادث الاغتصاب التي وقعت في 7 أكتوبر سوف تتكرر تماماً مثل ما توعدت حماس. هذا الجنون ترجم اليوم في رفح، فبعدما اعترف نتنياهو بخطئه المأساوي بالأمس أعاد الكرة بعد أقل من 24 ساعة. مجزرة جديدة في المدينة ذهب ضحيتها 21 شخصا في قصف إسرائيلي جديد على خيام النازحين في منطقة المواصي برفح. مستشار الرئيس الفلسطيني وصف الضربات الإسرائيلية الجديدة على رفح بالمجزرة ودعا لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف العمليات العسكرية في المدينة. ومنذ ساعات الصباح الجنون الإسرائيلي يتواصل هناك. الدبابات الإسرائيلية دون سابق إنذار أو تحذير توغلت إلى وسط المدينة تحت غطاء ناري مكثف ولواء إضافي انتشر في المنطقة. المدنيون محاصرون في بيوتهم، ومن لا يقصف بيته يحاول الفرار يتعرض للقنص أو استهداف بالدرونز. القطاع الصحي انهار بشكل تام، والوضع أقل ما يقال عنه جحيم على الأرض. ويبدو أنه أمام هول المشاهد الصادمة التي أشعلت التنديد الدولي، تراجع الإسرائيليون عن الاعتذار عن الخطأ المأساوي، وخرج المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري برواية جديدة أن الجيش أطلق قذيفتين زنت 17 كيلوغراماً استهدفتا 2 من كبار نشطاء حماس كما قال، وأن القذيفتين كانتا صغيرتين جداً بحيث لا يمكنهما إشعال النار بمفردهما، وأشار إلى احتمال تخزين أسلحة في المنطقة. إن الجيش يحقق في حادث رفح وسيعمد نشر الحقائق بسرعة وشفافية. هناك احتمال في أن يكون سبب اندلاع الحريق الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 مدنياً ذخائر مخزنة بالقرب من مجمع في غزة قصفته غارة جوية يوم الأحد. رغم ذلك لا يزال الغموض يكتنف حادث اندلاع الحريق المميت. فال17 كيلوغراما من الذخائر المستخدمة في الهجوم أصغر بكثير من أن تتسبب في نشوب نيران حريق بحجم ما حصل من خسائر في الأرواح. قذيفتان صغيرتان، كيف يمكن للحريق أن يتسبب بقطع رؤوس الأطفال وانتشال الجثث أشلاء متناثرة؟ وإذا كان هناك بالفعل مستودع أسلحة في المنطقة، كيف لم ترصده الاستخبارات الإسرائيلية وتمكنت من رصد عنصرين في حماس في الظلام الحالك؟ وماذا عن تجدد المجازر اليوم؟ على أي حال، جميع تصرفات نتنياهو تثبت أنه ينفذ أجندة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن كفير الذي يطالبه بالمزيد. إسرائيل خاد مشميت راك مدينة إسرائيل ناس لرفيح عد أسوف منعيل ملخمة عد أسوف لعصور את הדלק. אין יותר דלק. מה זאת אומרת? להפחית את ההומניטרי. הומניטרי רק תמורת הומניטרי. זה קף שלא רק איתמר בן גביר. دعونا نعود لمسلسل مصائب نتنياهو في أحدث الحلقات. ضربة مؤلمة متوقعة من المعارضة الإسرائيلية. هيئة البث الإسرائيلية كشفت أن يائير لابيد زعيم المعارضة ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان ورئيس حزب أمل جديد جدعون ساعر سيبحثون غدا تشكيل حكومة إسرائيلية بديلة بهدف الإطاحة برئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو. وتقول المصادر في المعارضة أنه تم اتخاذ القرار بتكثيف التحركات لإسقاط حكومة نتنياهو. وتابعت المصادر أن اللقاء الثلاثي سبقته لقاءات ثنائية أعربت عن رغبة المعارضة في انضمام الوزير في حكومة الحرب بني غانتس إلى هذا التحالف قبل انتهاء الموعد النهائي الذي حدده غانتس لانسحابه من الحكومة في 8 يونيو. وما كتبه لابيد على منصة إكس يؤكد هذا المسعى. قال لابيد: فقد نتنياهو السيطرة
شعب إسرائيل يستحق أكثر، نستحق حكومة جادة وعاقلة تعتني بمشاكلنا، ونستحق رئيس وزراء غير متعب وغير منهك وغير مذنب بارتكاب الكثير من الكوارث. ومن داخل الحكومة تنهال أيضا المصائب على نتنياهو. القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن مصادر أن نتنياهو يتوجه لحل مجلس الحرب، وذلك بعد الإنذار الذي وجهه الوزير في المجلس بني غانتس. وكان غانتس قد هدد فعليا بالانسحاب من حكومة الحرب الإسرائيلية، وحدد مهلة لرئيس الوزراء للموافقة على خطة لما بعد الحرب على غزة أو اليوم التالي. وقالت مصادر للقناة أنه في حال فشل نتنياهو في ضم رئيس حزب أمل جديد جدعون ساعر إلى حكومة الحرب فسيتم حل المجلس. وأضافت المصادر أن نتنياهو يحاول ضم ساعر رغم ضعف هذه الفرص لسد طريق على محاولات الوزيرين اليمينيين إيتامار بن كفير وبتسئلال سموتريتش للانضمام للمجلس. من خارج إسرائيل مصائب عدة أيضا تسقط على رأس نتنياهو. اعترافات دولية بدولة فلسطينية وسط المزيد من الإدانات لممارسات إسرائيل في قطاع غزة. اليوم دخل حيز تنفيذ قرار كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج بالاعتراف بدولة فلسطينية تنفيذا لما أعلنه قادة هذه الدول قبل أيام. وبذلك يكون عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعترف بدولة فلسطين قد ارتفع إلى 12 دولة من أصل 27. وقد أعلنت دول أوروبية عدة نيتها اتخاذ قرار مماثل كبلجيكا، سلوفينيا وغيرها، ولكن من دون أن يتم تحديد موعد لذلك. ورئيس الحكومة الإسبانية وصف القرار بالتاريخي ويعكس أهمية الخطوة كما تردداتها على إسرائيل. إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بقدر ما يتعلق بالعدالة التاريخية والمطلب المشروع للشعب الفلسطيني، فإنه يعد الخيار الوحيد والمتاح لتحقيق السلام ويحقق الحل الأوحد الذي نعترف به جميعا، وهو أن نرى دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيلية تتعايشان في أمن وسلام. دولة فلسطينية تجمع الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية تحت سلطة فلسطينية شرعية. وبشأن الحدود فالموقف الإسباني لن يحيد عن قرارات مجلس الأمن الدولي ومواقف الاتحاد الأوروبي. قد يكون القرار التاريخي ليس ملزما قانونيا، إلا أنه يزيد من الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل في اتجاه إقامة دولة فلسطينية، وردود الفعل الإسرائيلية تدل على ذلك. وزير الخارجية الإسرائيلي وصف الاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنه تواطؤ في التحريض على الإبادة الجماعية ضد اليهود، ولكن الرد على الانتقادات الإسرائيلية سيأتي منسقا وحازما من مدريد ودبلن وأوسلو بحسب ما أعلنت الخارجية الإسبانية. والضغوط الخارجية على إسرائيل لن تقتصر على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل يتجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليها، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ناقش فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تمتثل لقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالبها بوقف عملياتها العسكرية في رفح في جنوب قطاع غزة. والعقوبات المطروحة التي تمت مناقشتها خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل تشمل تعطيل العمل باتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل التي تعطيها ميزات اقتصادية. نناقش هذه التطورات مع ضيف التاسعة من الناصرة، ينضم إلينا الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية نائل زعبي. سيد نائل، أهلا بك معنا في التاسعة. ما الذي نسميه اليوم من قرار اجتياح رفح رغم كل التنديد الدولي والتحذير الأمريكي والقرارات الدولية والاستنكار والمجازر التي نتابعها اليوم؟ ما الذي يسمى؟ يسمى بأن إسرائيل تعرف من أين تؤكل الرأس، وبأن إسرائيل تعرف أن مشكلتها هي حركة حماس، وأن إسرائيل تريد الوصول إلى حركة حماس. وكان وقد قلت ذلك، يعني قريبا أو بعيدا إسرائيل كلها برمتها متفقة إلى الوصول إلى حركة حماس، خاصة وأننا ما زلنا نرى كل يوم صور جديدة لما جرى في 7 أكتوبر. الغاية هي ليست الوصول إلى رفح، الغاية هي ليست ما الذي تعنيه بالصور 7 أكتوبر؟ لم أفهم ذلك. نعم، ما الذي تقصده بصور 7 أكتوبر؟ يعني الآن تصلنا ما قامت به حركة حماس في 7 أكتوبر، مختطفين يتحدثون، أو صور التي وصلت إلى كل العالم للمختطفات، ونرى ورأينا ماذا فعل بهم في 7 أكتوبر وفي غزة. طيب. وفي في هذا ما زال
محفور في ذاكرة كل إسرائيلي. يعني هذا هل يعقل أنكم نسيتم؟ يعني هذا دلالة على الفشل في تعاطي مع هذا الملف. أنا لا أتحدث عن فشل. وما يعيق سير العمليات هو شيء واحد، أن إسرائيل لا تريد المس بالأبرياء من الغزيين، أن إسرائيل لا مشكلة لها مع الفلسطينيين، مشكلة إسرائيل مع حركة حماس. وإسرائيل بكونها تحذر أكثر من مرة وترمي المنشورات وتدعو إلى السكان بالاتجاه من هنا إلى أو إلى هناك وبإقامة الجزر الآمنة، هذا فقط ما يعيق ويؤخر حاليا يعني سير العمليات، ولكن لا محالة للوصول إلى حركة حماس. هل هذا ما يعيق إسرائيل من الوصول لقادة حماس؟ خوف إسرائيل على المدنيين؟ أم استحالة تحقيق الأهداف؟ لأن الهدفين اللي وضعهم نتنياهو إسرائيل نصاب تحقيقهم. إسرائيل كيف سيقضي على حماس ويعيد المعتقلين والأسرى؟ بالقضاء على حماس، وهذا ما سيجري، هذا ما سيجري. نحن يعني نعرف أن إسرائيل تكتشف كل يوم أنفاق جديدة، وعندما وصل جيش الدفاع الإسرائيلي إلى رفح يعني تحققت الرؤية ما كنا نعرفه بالأمس، بأن هناك أنفاق جديدة وجديدة. وهذا يعني طيب ما كان في أنفاق بالشمال وبالوسط، عم تشوف اليوم الوضع في جباليا؟ إسرائيل كما قلت يعني الهدف ليس جباليا، والهدف ليس رفح، والهدف ليس الوصول إلى الغزيين، وإسرائيل لم تبادر إلى الحرب، الهدف هو الوصول إلى حماس. ونحن نسمع بأن يعني 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 ونرى بأن السكان الغزيين يعني ضاقت ذائقتهم بما تفعله حماس بهم، وسمعنا الكثير من التظاهرات، وسمعنا بالكثير ممن يدعو حماس إلى وقف هذا الحرب. هل سمعتم بالتظاهرات في تل أبيب التي تناشد نتنياهو للاستقالة؟ لا ولا لا يمكن يعني التشبيه بما يجري بتل أبيب لما يجري في غزة. واحد بأن إسرائيل دولة ديمقراطية تامة، يحق لأي إنسان ولأي عضو أن يتظاهر كيفما يشاء، خاصة وأنه لا يضر غيره. يعني يحق أن نقول ما نريد عن الحكومة أو عن رئيس عن أي شخصية في إسرائيل، عن يحق لنا الانتقاد. ولكن في غزة من الصعب أن تسمع هذه الأصوات، لأن الكل يخاف من سطوة حماس. يعني حتى أننا نعرف بأن المساعدات التي قدمها العالم إلى حماس، المساعدات التي قدمها العالم إلى الغزيين، قامت حماس بسرقتها وأخذها. فواقع غزة ليس كواقع تل أبيب، ولا وجه للمقارنة بين الغزيين وبين الإسرائيليين من هذه الناحية. طب خلينا نتكلم شوي عن الضغوط اللي عم يتعرض لها نتنياهو في الداخل على المستوى الحكومي. اليوم المعارضة الإسرائيلية تتحضر لتشكيل حكومة بديلة، ويبدو بأنه هذا المسعى جدي ويمكن أن يترجم فعليا بنجاح على ما يبدو من خلال المساعي التي نتابعها. أنا أعتقد أن لب الحديث الآن في إسرائيل ليس حكومة جديدة أو نتنياهو أو غير نتنياهو. لب الحديث في إسرائيل هو المختطفين، ماذا يجري في غزة، وماذا يجري في الحدود الشمالية. طيب. الآن لو سألنا السؤال لكل إسرائيلي في الشارع الإسرائيلي، أو لو سألنا السؤال لأي وزير إن كان أو لأي عضو معارضة، هل تريد وقف الحرب على حماس؟ هل تريد إبقاء حماس في السلطة؟ هل تتنازل عن يوم واحد عن إعادة المختطفين؟ سيكون الجواب لجميع المسؤولين، وأنا واثق بذلك بأن الكل في إسرائيل من يعني من المعارضة ومن غير المعارضة يريد الإتيان على حماس، يريد إعادة المختطفين. يعني يهمه ما يجري في الشمال، يهمه رد وصد حزب الله وإبعادها عن الحدود الشمالية. طيب أنا لم أشكك بهذه المسألة، أنا أتحدث عن شخص نتنياهو الذي يقود هذه الحرب لمدة 8 أشهر، الذي تسبب بمجازر داخل قطاع غزة، الذي لم ينجح بتحقيق أهدافه، الذي يعاني من أزمة المهجرين في الشمال، الذي وضع سمعة إسرائيل في الحضيض دوليا قضائيا على كل المستويات. أنا إلى غاية الآن يعني أرى بأنه يعني إسرائيل يعني تتلقى المساعدات المعنوية والمادية من الدول الكبرى في العالم. يعني رأينا موقف الولايات المتحدة الأمريكية، موقف بريطانيا، موقف فرنسا، وهذه الاعترافات التي كانت اليوم بشأن دولة فلسطينية. فرنسا أيضت قرار الجنائية الدولية بأنها
محكمة المحكمة الدولية كانت بعيدة كل البعد عن الواقع. يعني أنا عم بحكي عن الموقف الفرنسي، أنت عم تتحدث عن الدعم الدولي، من لديكم سوى الولايات المتحدة طبعا على رأس القائمة وبريطانيا، هنالك إجماع دولي أنه ما يحصل في رفح يجب أن يتوقف. هل ترى المظاهرات، الأعلام الفلسطينية التي اجتاحت الدول تضامنا مع الفلسطينيين؟ هل تتابعون هذه، يعني هل يتم عرضها في الإعلام الإسرائيلي؟ أي نعم، يتم عرضها في الإعلام الإسرائيلي، ونحن نراها ونحن نفهم بأن العالم لا يميز بين الدعم للفلسطينيين وبين الدعم لحركة حماس. هم يعني هم مخطئون بذلك، لأنهم بهذه المظاهرات يدعمون حركة حماس التي قامت بجرائم يعني تنافي كل أخلاق دينية واجتماعية ودولية. فهذا هو الفرق. يعني كنت قد سألتيني الآن عن إسرائيل دوليا، أنا يعني لا أرى أنه الاعتراف بدولة فلسطينية اليوم من بعض الدول ما هو إلا حبر على ورق، يعني ما هو إلا يعني عملية إعلامية فقط لهذه الدول. يعني عن أي دولة يتحدثون بدون إسرائيل؟ عن أي كيان يتحدثون بدون إسرائيل؟ نحن نعرف بأن يعني الشريك الأول واللاعب الرئيسي هي دولة إسرائيل في ذلك، والكل يعرف والعالم يعرف بأن هذه الأوان ليست مواتية للحديث عن دولة فلسطينية. برضو إن كنا سألنا في إسرائيل المعارضة أو الحكومة هل الآن ستتحدثون عن إقامة دولة فلسطينية، سيكون الجواب لدى كل الأحزاب والوزراء في إسرائيل لا، لأنه لا أحد يريد وكأنه يعطي جائزة إلى حركة حماس لما قد فعلت به. أنا أتحدث بكل شفافية عما يعيشه الشارع الإسرائيلي وعما يتحدث به الشارع الإسرائيلي. فلماذا نتحدث عن أشياء لا يمكن أن تحدث؟ لماذا نستبق الأحداث؟ ولماذا نتحدث عن أشياء لا يمكن أن تكون؟ الآن لا يمكن لنا التقدم خطوة واحدة في هذه الأزمة مع وجود حركة حماس في غزة. يعني مهما كان الثمن، إسرائيل لا خيار لها إلا الإتيان على حركة حماس. سؤال آخر، يعني لو كانت إسرائيل الآن قامت بإيقاف هذه الحرب وبدعم من كل الغرب ومن الولايات المتحدة الأمريكية، حماس ستتلقى مرة أخرى المساعدات التي ستأخذها لنفسها ولا تعطيها للغزيين؟ هذه مسألة يعني بالنسبة لي. يعني برأيك ما هو الحل الذي تضعه إسرائيل؟ نحن حتى اليوم لا نعرف ما هو الحل. إذا كنتم غير راضين بالفتح وغير راضين بحماس وغير راضين بحل الدولتين، يعني هل تريدون، هل الحل هو الاحتلال؟ يعني أنت تتحدث بنفس أنت سألتي أكثر من سؤال. طب تفضل. يلا سألتي أكثر من سؤال. بالنسبة للسؤال الأول، إسرائيل تريد العيش بالسلام. إسرائيل لم تهاجم الغزيين، لم تقم باختطاف الغزيين، لم تدخل في الليل على الأهالي الغزيين. إسرائيل تريد العيش في حدودها بسلام. وكانت حكومة حماس قامت به حكومة حماس ضد إسرائيل. بالنسبة للأمر الثاني، لإقامة دولة فلسطينية، يعني هناك وقائع. يعني هذا ليس رأيي، أن من قام بإفشال إقامة دولة فلسطينية على مر السنوات هي القيادات الفلسطينية وبرأسها حماس. إن كنا نتذكر سنة 93 واتفاقيات أوسلو واتفاقيات السلام التي حظيت بموافقة من يعني شبه تامة من إسرائيل أو مطلقة من إسرائيل، كانت أنذاك حكومة المرحوم رابين. فنرى كيف تصرفت حماس، قامت بعمليات إرهابية، بعمليات قتل وتدمير ضد أناس أبرياء في إسرائيل لكي تفشل عمليات السلام، لكي تقوم مظاهرات. يعني يمكن في تطابق بالأهداف مع نتنياهو في تسريب فيديو وهو يتباهى بأنه قام بالقضاء وبقتل اتفاق أوسلو. يا سيد نائل، على أي حال أعتقد أن الوقت داهمنا. شكرا لضيف التاسعة من الناصرة الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية نائل زعبي.